كلنا وبدون استثناء بنستخدم السوشيال ميديا، وكلنا وبدون استثناء مشغولين جدا طول اليوم، اللي بيشتغل واللي عنده مسؤوليات تانية واللي عنده حاجات كتير. لكن برغم كل الحاجات دي والجداول المزدحمة دي، إلا أني متأكدة وأنا بكلمك دلوقتي أنه حصلت معاك أنك قفشت نفسك وانت قاعد على السوشيال ميديا بتتفرج على حاجة تافهة جدا لا معنى لها ولا قيمة ولا حتى عجباك، لكن بتتفرج عليه. لو حصلت معاك خليك معنا النهاردة. يا مراحب في شغل عالي. في عصر ما بعد الكوفيد، وهم بيسموه كده فعلا، اتغيرت مفاهيم كتير في الشغل وفي الحياة وفي العلاقات، لكن تحديدا مفهوم الإنجاز في الشغل اتغير للأبد، ومعاه بالمرة مفهوم الحضور والانصراف. الفكرة دي أصلا بتخلص في العالم كله. بعض الأوقات بتخلص لأنه طبيعة الشغل نفسها اتغيرت، وفي أغلب الأوقات لأن مفهوم الإنجاز نفسه اتغير. السؤال المهم بقى لكل واحد فينا، أخبار الاجتماعات الطويلة والمشاوير اللي ملهاش لازمة وساعات الرغي في المكاتب أخبارها إيه؟ فاكرها؟ طب هرجع للناس بقى اللي معانا هنا في الاستوديو. كم مرة حصل معاك إنك قلت أنا بكرة هعمل 1، 2، 3؟ في أوقات كتير بتوصل لأنه ما عملتش ولا حاجة من اللي أنا خططته. اللي إحنا فيه ده كلنا مع بعض اسمه إنه التشتت، واحنا متشتتين، والإحباط المتكرر بقى اللي بيحصل لنا لأن الأيام بتضيع من غير ما ألحق أنجز اللي أنا عايز أعمله. بنحكي النهاردة عن الحالة دي، أيام بتضيع وإنجاز قليل وإحباط شديد جداً لأني دايماً حاسس أني مش بنجز كفاية، والحياة حوالينا ضاغطة جداً. أنا قادرة أفتكر وقت ما كنا كلنا في البيت قاعدين وقت كورونا، لما كنا بنعمل كلنا أقصى حاجات كنت بنجزها في اليوم، بعمل كيكة جديدة أو وصفة بسكوت أنا والبنات، ده أقصى حاجة. لكن تلاقي اللي جنبك واحد يقول أنا خلصت كورس جديد وتعلمت مش عارف إيه، أنا عديت 2 ليفل في أن أنا ذاكرت إنجليش. هو ده بيحصل، وساعات أبقى أنا أبطأ واللي جنبي أسرع مني شوية. طب أسألكوا سؤال، أنا بعرفش ليه ببقى واثقة من الإجابات، ليه؟ كم واحد دفع اشتراك الجيم وما راحش ولا مرة؟ ايه مالنا؟ السؤال بقى اللي محتاجاكم بجد تساعدوني في اجابته هو عن الانجاز، عن الفكره دي، ايه اللي بيعطلنا عن الانجاز؟ وعايز اسمع من فضلكم مشاركات. احنا متفقين ان كلنا متعطلين، بس ايه السبب؟ حد وصل للسبب؟ كسل. هي فكره ان انا مش لاقي حد يشجعني، يعني مثلا انا لما اكون مثلا قايل لاقرب حد ليا سواء اهلي او صديق او ايا يكن مين، فانا ما بلاقوش بيشجعني، يا يعني اما ممكن الاقي منه احباط، او حتى لو شجعني يشجعني النهارده مش شجعني بكره، مش شجعني بعده، او لو شجعني النهارده وبكره مش هلاقي منه تشجيع بعده. مش انا يعني فاهمه قصدك انه احنا محتاجين كلنا للتشجيع، بس مش قادره اربطها قوي بحاجات انا نفسي مخططها اعملها. انا ليه دايما انا مستني تشجيع في الحاجات اللي هي واجبات بتاعتي؟ بس موافقه. اتفضل يا دكتور. مشكلتنا ان احنا بنربط الانجاز بالاخر او بالنتائج. يعني أنا بذاكر فلو النتيجة طلعت وحشة فبيجي لي إحباط، أنا بشتغل كويس فمديري مش بيقدرني فبيجي لي إحباط، لكن أنا المفروض أنا اجتهدت فأنا كده مقدر جوه نفسي، فده إنجاز ليا فأقدر أكمل. أنا بناتي مثلا بجيب لهم هدية النجاح آخر يوم امتحان مش مع النتيجة. الله. فده بيشجعهم. طبعا إحنا نسمع القصص دي جيلنا إحباط إحنا. شكرا يا دكتور. ده نوع تاني من التشجيع، اولا اني اشجع نفسي، وثانيا ان انا في ناس بتربي اولادها على التشجيع بالطريقه دي. وعشان كده انا دايما بحط سبب لاني ما انجزتش، يا اما الظروف، يا اما نقص التشجيع، يا اما ان انا فعلا ما لقيتش نتائج، يا اما ان انا مكسل وخلاص. هحكي لكم حاجه بسرعه جدا جدا. وانا في الجامعه كانت دراستي علميه فكانت صعبه جدا. أنا شخصياً كنت دحاحة، يعني كنت بذاكر كتير جداً، بس عشان أذاكر كتير جداً كنت باخد وقت طويل جداً في المذاكرة. عندي واحدة صاحبتي دايماً بفتكرها في القصة دي، إنه كانت بتطلع من الأوائل على الدفعة، وكانت
رندا، يا رب يا رندا تبقي تشوفي الحلقة، كانت بتذاكر بالظبط ساعتين في اليوم. اتعلمت منها حاجة، إنه الإنجاز مش مرتبط بالساعات الطويلة، وإنه في ناس بتنجز بس واضح إن هم بيعملوا حاجة مختلفة. بالمناسبة ساعات العمل الطويلة اتغيرت في العالم كله، يعني ما بقاش حد يقولك برافو أنت بتيجي الشغل من 8 الصبح ل 8 بالليل، لكن بقى الإنجاز في الشغل بيتقاس بإيه؟ حد يعرف الحكاية دي؟ باللي أنجزته فترة قليلة. باللي أنجزته، اسمها Key Performance Index أو KPIs، مؤشرات الأداء، دي المؤشرات اللي بتدل على كفاءة الأداء. خلاص ما بقاش فكرة الساعات وأهمية الساعات الطويلة دي موجودة بعد النهاردة. ده حصل وعمل حاجة لذيذة جدا، بقى لصالح طبعاً جودة الشغل، لأنه بقى بيشجع الناس، يعني لو خلصت شغلي في ساعتين أروح؟ آه، في شركات بتقولك كده، خلص شغلك في ساعتين وروح، وفر كهرباء. لكن كمان بقى لصالح جودة الحياة، يعني اللي بيخلص شغله في وقت أقصر عنده وقت يبقى عنده حياة اجتماعية، عنده وقت يعمل علاقات، عنده وقت يقعد مع أهله في البيت، والتفاصيل كتير قوي. ومع تغير الفكرة دي بتاعة الإنجاز، وإنه بقى مش مهم تقعد كام ساعة، المهم خلصت إيه، ظهر مصطلح جديد اسمه العمل العميق أو العمل بعمق. الساعة الواحدة من الشغل وكل الأبليكيشنز اللي أنت عندك على الموبايل مفتوحة، ورسائل الزمايل والناس اللي بتكلمك والناس اللي بتعدي تشرب قهوة، أنت عارف إن الساعة دي لما بيحسبوها كده بيلاقوا إن الناس بتنجز فيها حوالي 40%. سبقونا الناس وسموها ضجيج بلا طحين، يعني دوشة وخلاص، أو أكيد برضو سمعنا المصطلح ده، دوران في ساقية. الناس زمان كانوا يقولوا كده، أنا بدور في ساقية، يعني بعمل نفس الحاجة كل يوم من غير ما أوصل لنتيجة ولا أضيف أي ناتج للمجتمع، وبالتالي هو محبط واللي حواليه دايما محبطين. فمرة سألت شخص ناجح جدا ومتعدد الاهتمامات، قلت له إزاي عندك وقت لكل الحاجات اللي بتعملها دي؟ قال لي إجابة مش بنساها غالبا أبدا، قال لي كده: اللي يقول مفيش وقت موهوم أو بيتلكك. العمل العميق بيحللك الحكاية دي، بيخليلك عندك في يومك شوية وقت زيادة. بالمناسبة Deep Work أو العمل العميق ده كتاب مهم جدا في عالم الشغل، يعني كتاب مهم جدا، أو العمل بعمق في عالم مشتت. الكاتب اللي بيشرح الموضوع ده بيقول كده قبل ما يقولك يعني إيه هو العمل العميق، لكن خلانا نعرف تعريف العمل السطحي. العمل السطحي أي حاجة بعملها وأنا مش محتاج خالص أركز، مش محتاج أستخدم دماغي. يعني لو أنا بشتغل مثلاً في كاشير وبدفع فلوس، أنا محتاج أركز ولا مش محتاج؟ محتاج جداً، لأن أنا بتعامل في فلوس كتير طول اليوم. لكن لو حولته لعمل سطحي فأنا بعمل كده، عارفين المنظر ده؟ من غير ما أبص وبحط أرقام، وارد جدا نسبة الغلطات. فالعمل السطحي هو أي حاجة أنا بلغي فيها جزء التركيز. العمل العميق بقى هو مجموعة من الأنشطة محتاجة حالة من التركيز اللي من غير تشتت. ولما بنتكلم عن العمل العميق دايما عندنا سؤال، أيوة يعني المفروض أعمل إيه؟ أي حاجة أو فكرة جديدة تعجبني لازم أسأل نفسي السؤال ده، يعني أعمل إيه؟ في كتاب العمل العميق قال شوية خطوات ظريفة وأعتقد مفيدة. أولها إنك تقضي وقت لوحدك. لو ما بتعرفش تقعد تشتغل لوحدك يبقى عمرك ما هتوصل للعمل العميق، يعني المركز اللي خالي من التشتت. اكتشفوا كمان ان معظم الناجحين عندهم سر كده اسمه أول ساعتين في اليوم. اللي بتعمله في أول ساعتين في اليوم غالبا بيحدد بشكل كبير حجم الإنجاز بتاعك. عشان توصل للعمل العميق لازم تعمل حاجة اسمها تقفل كل النوتيفيكيشن. طول ما جنبك جهاز مفتوح متوصل بالإنترنت وبينور، عمرك ما تقدر تنجز حاجة محددة في وقت محدد. كمان بينصحوا بأنه الناس تتعلم مهارة جديدة تخليك أسرع في شغلك، يعني أنا لو بشتغل في حاجة بتحتاج كتابة ففي برامج بتعلمني إزاي أكتب أسرع. كل حاجة أنت مأجلها عشان هتاخد وقت، دي نصيحة مهمة، اعملها النهاردة. وكمان خطط ليومك قبله بيوم. والغريبة جداً أن كلنا بنكره الروتين، مش كده؟ في العمل العميق بيقول أنه أكتر حاجة بتفيدك أنك تنجز شغلك مظبوط أن يبقى عندك روتين ثابت لحاجات أساسية، زي بالظبط اللي بيصحى يروح الجيم في ميعاد ثابت كل يوم عشان تنجز حاجة مهمة بالنسبة لك، ويبقى عندك قدرة أكبر على الإنجاز وفوضى أقل في الحياة. خد نفسك شوية غالي
وارجع نكمل شغل عالي. شغل عالي شغل عالي. Oh my God! Man, get in here! What are you doing here? علاقة الجدة وأحفادها حدوتة يتقال عنها كتير. الجدة في البيت هي طبيب الأسرة اللي بتعرف مالك من غير ما تتكلم، شخصية محورية جدا، بتسمع وتحتوي ومستعدة تقف جنبك في كل المشاكل والمصايب اللي بتمر بيها وبدون ما تتعب أو تزهق. علشان كده الجدة هي بطلة قصتنا، استعانت بيها زيمبابوي علشان تنقذ الشباب من التقلبات النفسية اللي بيمروا بيها. ولو مستغرب خلينا أحكي لك، زيمبابوي الدولة الإفريقية اللي عدد سكانها 14 مليون نسمة، تخيل عندهم كام طبيب نفسي؟ 13 طبيب بس، حسب تقرير دورية لانست الطبية لسنة 2020. خدمة الاستشارة والعلاج النفسي مشكلة كبيرة في زيمبابوي بسبب قلة الدكاترة وبعد المسافة بين المراكز الطبية والتجمعات السكنية. في يوم من الأيام سنة 2004 فوجئ الطبيب ديكسون شيباندا إن واحدة من مريضاته اللي كانت بتعاني من الاكتئاب انتحرت، وفي سرده لقصتها على مسرح تاد قال إن المريضة كانت بتزوره كل كام شهر هي وجدتها لأن والدتها كانت متوفية. ولما سأل جدة المريضة بعد انتحارها إيه سبب عدم زيارتهم ليه قبل الحادثة، طلع إن المسافة ما بين القرية اللي ساكنين فيها وعيادته حوالي 200 كيلو، إلى جانب إن أجرة المواصلات كانت غالية جدا. في اللحظة دي فكر دكتور شيباندا إن الجدة كان ممكن يبقى ليها دور، وقرر الطبيب إنه يعمل مبادرة لتدريب الجدات في القرى والمدن على الدعم النفسي لأسرهم وجيرانهم. وبعد سنوات متواصلة من التدريب على برامج الصحة النفسية، الجدات قدروا يكونوا السند والدعم النفسي، وبمعاونة الأطباء قدروا ينقذوا 30 ألف شخص من اضطرابات كتير، وده كان له أثر كبير جدا في انخفاض عدد المصابين بالاكتئاب. قصة ملهمة مش كده؟ فلتحيا الجدات، كبيرة العيلة وكاتمة الأسرار وحبيبة الكل. شغل عالي شغل عالي. اللي سمعناه حالا في التقرير بيأكد فكرة إنه مش بس دور الجدات والدور الحقيقي للعيلة كان مؤثر جدا وكان جزء من سلامة الناس النفسية، لكن بيقول لك إنك أحيانا محتاج تتسمع، محتاج حد بيحبك كده وهيقبلك بكل تفاصيلك ويسمعك للآخر. حتى إنه كمان الأندية الرياضية دلوقتي بقت بتعين أخصائي نفسي للعيبة عشان يشرف عليهم وعلى سلامتهم النفسية وقت الهزيمة أو حتى وقت الفوز، لأنك أحيانا بتتغر قوي بالمكسب. كلنا محتاجين معالج نفسي مش كده؟ في مراحل كتير من حياتنا. حد هنا جرب الخبرة دي وشايفها إيجابية يحب يقول لنا عليها؟ أنا مريت بيها فترة مش من بعيد، من قريب. قعدت حوالي 4 شهور في البيت، ما سبت شغلي، سبت كل حاجة، ما بنجزش أي حاجة في يومي غير أني بنام، حتى الترفيه أنا منعي ما بنزلش. فقررت أن لأ خلاص أنا يعني أنا محتاجة مساعدة دلوقتي، مش عيب أن أنا يعني أطلب مساعدة من حد. لأقول كان الموضوع صعب أن أقنعهم في البيت بالموضوع ده. في الآخر تمام اقتنعوا ورحت. اكتشفت في الآخر أن أنا اللي كنت غلط، ان انا اللي كنت اذي الطرف الثاني في المشكله معايا. الموضوع كان ايجابي معايا، غير فيه حاجات كتير، غير في طباعي واسلوبي، بس مش فادني بس في الموضوع ده، ده فادني مع اسرتي كمان واصدقائي كلهم، بداوا يقولوا لي انت في تغيير، يعني في نتيجه. الله. انت ايه اللي حصل؟ انا عايزه اقول لك برافو 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 عشان اسباب كتير. يعني اللي انت بتقوليه ده اصلا نجاح فظيع، ان انا ابطل ابقى دور الضحيه وابقى انا اللي طول الوقت مجني عليه، ده سواء نفسي عظيم. وان انا احكي دي قمه السواء النفسي، احكي واشارك الحاجات الايجابيه. اللي شروق مشكوره شاركتنا بيه، واحده من اهم المكاسب اللي ممكن نخرج بيها في حياتنا لما بنتعامل مع طبيب نفسي امين ومخلص ويساعدنا يوصلنا لنقطه افضل في حياتنا. عشان كده واحتراما للمسيره الكبيره اللي احيانا احنا مش عارفين دورهم تحديدا او بنتكسف لسه نروح لهم، تعالوا نشوف تجربه واحد من كبارات شغلانه الطب النفسي في مصر، ونشوف النجاح ده والقصه دي عدت بكام تحدي مع مرضى، وكام كمان قصه نجاح غيرت حياه الناس. شغل عالي
دكتور محمد المهدي، تاريخ طويل من الدراسة والعمل الأكاديمي والعملي والتلفزيوني من أجل تغيير الصورة الذهنية للطب النفسي. يؤمن أن التغيير ممكن وأن أفكارنا يمكن أن تحررنا أو تسكننا. يتمنى لو صار الطب النفسي متاحاً للجميع، ولو أن الجميع أدرك احتياجه للمساعدة وأن الأمل موجود. دكتور محمد المهدي، سعداء إن احنا نكون مع حضرتك النهاردة، وحضرتك واحد من الناس القريبين من الناس سواء بحكم المهنة أو بحكم معرفتنا بيك من خلال حوارات كتير، فمتشرفين إن حضرتك معنا. نورتونا، أهلاً وسهلاً. في البداية وهدخل مباشرة في الموضوع يا دكتور، الطب النفسي يمكن يكون واحد من فروع الطب الأكثر أهمية لكنه في نفس الوقت الأكثر إثارة للتحفظات. على مدار تاريخ حضرتك الطويل بقى في التعامل مع أولاً طبعاً دراسة وتدريس الطب النفسي، لكن كمان التعامل مع مرضى نفسيين، وجهة النظر دي اتغيرت على مدار سنين فاتت؟ يعني أنا أول ما قدمت لوظيفة الطب النفسي كنت من أوائل دفعتي، فكان قدامي خيارات أخرى أروح فيها يعني، فاخترت الطب النفسي. قابلني واحد قريبي فبيقول لي أنت اتعينت في إيه؟ قلت له أنا اتعينت طبيب مقيم في قسم الطب النفسي في الجامعة. قال لي ياه، ليه كده؟ ليه كده؟ بنفس تعبيرات الوشي، ياه ليه كده؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ وليه يا ابني؟ طب وابوك اللي رباك واللي علمك واللي تعب علشانك واسرتك واخواتك هيتجوزوا ازاي وانت هتتجوز ازاي؟ يعني ليه عملت كده؟ دي جديده، يعني الوصم مش بس بيطال المريض النفسي، الاسره، لانه ايه؟ بيشتغل مع مجانين، دي الصوره يعني. ده اللي بيشتغل مع مجانين، فبالتالي يا هو هيبقى مجنون يا يتاثر بيهم يا اي حاجه، وبعدين الاسم والسمعه والحاجات دي كلها غريبة. فكانت وصمه خطيرة أيام. وحتى بعد كده لما بقى معروف أنه أنا طبيب نفسي، فبقى ألاقي حرج عند بعض الناس أن أنا مثلا أقابلهم في مكان عام وأسلم عليهم وكده، لأنه ممكن ده يدي شبهة أنه في علاقة ما تربطه بيا. يبقى أنت بتتعالج عليا. بتتعالج عندي أو أعرفه بأي شكل من الأشكال. وإن كان حتى في الفن كان اللي بيمثل دور المريض الطبيب النفسي دايما كان المرحوم فؤاد خليل، بيصب في النهاية أن صورة الطبيب النفسي وصورة المريض النفسي وصورة المستشفى النفسي كلها صور يا إما مخيفة يا إما مضحكة. إذن فهي الدراما، يعني الدراما كانت جزء من أو عامل من عوامل الوصم للمرض النفسي. إيه اللي غير الصورة؟ لأن أنا النهاردة شايفة العكس، شايفة وعي، وشايفة أهل بينتبهوا لأولادهم بدري، وشايفة ناس بتقول أنا محتاجة علاج نفسي. حضرتك صحح لي، كل الدوائر عندها نفس الوعي ولا لأ؟ إحنا لسه زاد الوعي كتير بقى، وحتى على المستوى الدرامي بدأ يحصل تسلسل كده. يعني بعد المرحوم فؤاد خليل بدأ يبقى الأستاذ فاروق فشاوي يجي طبيب نفسي، بعد كده بقى يعني طلعنا لفوق قوي بقى الاستاذ حسين فهمي طبيب نفسي، وهكذا بدا يبقى فيه نجوم اللي هم النجوم المحبوبين، الشخصيه الجام بقى في الـ في الـ في, الـ في الفن يجي كطبيب نفسي، ويجي بقى بشكل منطقي وشكل جاي. الحقيقه جزء من ده من تطور الطب النفسي، لان احنا انا اول ما بدات في مهنه الطب النفسي كانت سنة 80، كان دلوقتي 42 سنة فاتوا. فطبعا سنين طويلة كان عندنا مثلا حوالي 3 مضادات اكتئاب، وعندنا برضو حوالي زيهم كده 3 مضادات ذهان. دلوقتي تخيل حضرتك انه بقى مثلا في حوالي من 50 او 60 مضاد اكتئاب وزيهم 60 مضاد ذهان. يعني حتى الطب نفسه او العلم والعلاج اتطور كتير، بقت ادواتنا كتير وبقت النتيجة أحسن. والأعراض الجانبية اللي الناس كان طول الوقت تقول، وأنا لحد دلوقتي بسمع الجملة دي، أروح لدكتور نفسي بس ما يكتبليش دواء. الدواء ده مخدرات ومنومات وما بيعالجش خالص، لكن ده هو بس بينايم الناس فبنخلص منهم مشاكلهم. كل ده اتغير منه جزء كبير جدا جدا على مدى السنين اللي فاتت. حضرتك قلت حاجتين مهمين قوي، اتكلمت عن الصورة الذهنية أو الصورة الحقيقية يعني للطبيب وأنه هو كمان اتغير،
والدراما اتغيرت. تاني هسأل حضرتك، استجابة الناس حضرتك شايفها اتغيرت، اتحسنت، بقت ممتازة؟ يعني ادينا تقييم لاستجابتنا للعلاج. هو كان الصورة بتاعت الطب النفسي انه شيء غامض، شيء سحري، شيء اسطوري، حاجة اقرب كده للجن والسحر ومش عارف ايه والحاجات الغامضة. لكن دلوقتي بقى فرع طبي، لانه اكتشف في العقود اللي فاتت دي انه الاكتئاب والقلق والفصام والهوس والوسواس والحاجات دي كلها اضطرابات في المخ، اضطرابات في نشاط مراكز المخ، واضطرابات في كيمياء المخ، وانه هذه الاضطرابات زي الاضطرابات اللي في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والقلب والحاجات دي كلها محتاج علاج. والعلاجات الدوائيه او العلاجات البيولوجيه تقدمت كتير جدا في هذا المجال، وبقت تدي للناس نتائج كويسه. ومش بس التقدم كان في العلاجات الدوائيه والعلاجات البيولوجيه والحاجات دي كلها، لا، كمان التقدم في العلاج النفسي. بقت دلوقتي في وسائل العلاج النفسي، لان الطب المرض النفسي لا يعالج بالدواء فقط، يعالج بالدواء وبالعلاج النفسي وبعلاجات اخرى كتيره. الشيزلونج لسه موجود يا دكتور؟ يعني فكره الشيزلونج والهدوء والمريض اللي بياخد وقته مع الدكتور النفسي لسه قائمه ولا قدام حضرتك اهوت؟ بس هو مش هيجي في في الكاميرا. الشيزلونج عندي والشيزلونج معايا على طول، لم يختفي طول 42 سنه ممارسه في المهنه، بحرص على وجود الشيزلونج. ليه؟ لانه الشيزلونج لم يعد هو الوسيله العلاجيه الاكثر استخداما. بقى الوقت المريض يعالج وهو قاعد على كرسي وهو قاعد صحصح وبياخد ويدي معايا، لانه العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي والعلاج التدعيم والحاجات دي كلها مش عايزه شيزلونج. وهو قاعد عايز على كرسي، حوار. عايز حوار وعايز وعي وعايز تغيير في السلوك وتغيير في المشاعر، وهو واعي مش لا مدد ولا حاجه خالص. ولكن بتظل في حالات فعلا تستدعي آلية التداعي الحر للأفكار وللمشاعر. فلما بلاقي إنه المريض يحتاج هذه الآلية، اتفضل حضرتك على الشيزلونج هنا، بينقل من على الكرسي. أول ما بينام على الشيزلونج أو بتنام على الشيزلونج ويمدد، وأقول له غمض عينيك وقول اللي يجي على بالك أيا كان، من غير تنظيم ولا ترتيب ولا أي حاجة خالص. كل اللي يجي جواك طلعه. عايز تبكي ابكي، عايز تصرخ اصرخ، عايز تقول اي حاجه قولها، مفيش ممنوعات، مفيش خطوط حمراء، مفيش اي حاجه، كل اللي جاي على بالك قوله. دي عمليه تفريغ تبقى مريحه جدا للناس. حتى لو انا بستخدم وسيله اخرى من وسائل العلاج النفسي القايمه على العقل والمنطق والتفكير، بيبقى محتاج ساعات في وسط الجلسات دي او بديل ليها احيانا او تابع ليها احيانا الجلسة الشيزلونجية دي. إلى أي مدى برضو نفسي حضرتك تقول لنا حاجات كده بوصفات بدرجات دي مفيدة لسلامة النفس؟ العشرين دقيقة ولا ربع ساعة للشخص بيقعدهم في هدوء وسكون زي ما حضرتك بتقول. بنقولها باللفظ الدارج سحب الفيشة. إنه المخ بتتجول فيه أو بمر عليه في اليوم حوالي 60,000 فكرة في اليوم. طبعا ما بندرج بيهم. بيعدوا 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 كده صورة فكرة. فالمخ بيرهق جدا وبيجهد، خاصة لو الأفكار دي هيتخانق مع بعضها أو هيغتم بيها أو هيهتم بيها أو هيخاف منها أو هيخاف عليها. هل صحيح إنه معظمنا عنده سلوكيات إدمانية بدرجة ما؟ ما احنا اتنقلنا من الإدمان الكيميائي للإدمان السلوكي في السنوات الأخيرة. كان كل الاهتمام بالإدمان الكيميائي، المخدرات والكحول والحاجات والنيكوتين والكلام ده كله، الحشيش. لكن بالمقابل ليها في الإدمانات السلوكية، إدمان الأكل، إدمان الجنس، إدمان الإنترنت، إدمان السوشيال ميديا، إدمان الشهرة، إدمان المال. بقى في إدمانات كتيرة جدا كده البشرية اتخضت، لأنه هيطلع كده أنه مفيش حد ما عندوش إدمان. ده اللي بس يا عزيزي كلنا مجنون يعني. وعلشان كده حتى الجهات العلمية اللي بتعمل تقسيمات الأمراض قاعدة على استحياء كده كل شوية تزود إدمان سلوكي. يعني حطوا إدمان الجامبلينج أو القمار. حطوه في الأول. وبعدين بعد كده حطوا إدمان الجيمز، فيديو جيمز. وبعدين بادئين دلوقتي في جدال حوالين إدمان الإنترنت بما فيه السوشيال ميديا.
هم مخضوضين انه يا جماعه هو هي دي سلوكيات عاديه عند الناس ولا هنحطها امراض؟ احنا كده هنضفي كلمه المرض على حاجات كتير في حياه الناس. او ادمان العمل، يعني طب ما تسيبونا يا جماعه يشتغلوا، احنا نفسنا الناس تشتغل يعني. فواضح انه النفس البشريه فيها قابليه للادمانات. وفعلا اكتشف انه فيه مركز في المخ اسمه مركز التعزيز او الريورد سنتر. اكيد حضرتك متابع انه الناس بقت بتشخص بعضها، يعني يقولوا ده توكسيك ودي مش عارفه نرجسي وده مش عارفه. ايه رايك في الحكايه دي؟ يعني زياده ما قرينا وسمعنا عن الطب النفسي ساعدنا ولا خلانا ننتبه لحاجات زمان ما كانش حد بيتاثر بيها؟ هي ساعدت بس خلتنا يبقى عندنا افراط في الوصف. يعني اول ما تقولي على الشخص ده توكسيك او العلاقه دي توكسيك فانت قفلتي خلاص. كل الناس بتقول على بعض توكسيك على بعض توكسيك، فهنفرط في ده كتير. دلوقتي كل الستات بيقولوا على زواجهم نرجسيين، فخلاص هتعمل ايه مع ده؟ هل تعلمي انه كتير من الناس الناجحين عندهم سمات نرجسيه وبيبقوا حابين نفسهم ومعتزين بنفسهم والانا عندهم عاليه بس والمبدعين متهيألي مبدعين كده. وحتى علشان كده عملوا دلوقتي لقوا انه في اسمه البرودكتيف نارسيسست، حد عاجبه نفسه قوي ومتمركز حول ذاته لكن قاعد يعمل حاجات رائعة حاجات حلوة قوي لأنه هو من كتر حبه لنفسه عايز يحط نفسه في منزلة عالية فبيعمل حاجات حلوة علشان يفضل في هذه المنزلة. هل ده وحش؟ ما يعني في ناس كتير من اللي أعطوا للبشرية كان فيهم ده. يعني قد ما أقلل من الوصم وزود من قدرتي على التعامل مع كل الأشكال والتقبل غير موافق. يعني حضرتك في حياتك ناس كتير مش موافق على طريقتهم في التعامل. ما احبش انا اعمل كده لكن ما تحبيش تعملي كده هو بيعمل كده. تتقبليهم تتقبليهم زي ما تقبلي اي حاجه في الحياه موجوده. يعني مملكه الحشرات مثلا تقدري تقولي الا هو يعني ليه ربنا خلق التعابين والخنافس والعقارب والحاجات دي؟ طب مش الحياه كانت تبقى من غيرهم احسن؟ تصوري ان التوازن الكوني طبعا ما يكتملش بغير وجودهم الا بدول. فده التقبل اللي يدي مناعه ان حضرتك ما تتخضيش كل شويه ما تشوفي حد بيعمل حاجه ما عجبتكيش او حاجه. هو يعني حكمه ربنا انه يبقى فيه هذه المخلوقات. مع كامل احترامنا لكل الاجتهادات، هل وجود وظائف تانية بتحاول انها تقدم مساعده بيخدم الطب النفسي ولا لا؟ هو احنا وعلماء الدين والناس الروحانيين واللايف كوتشنج والمدربين كل دول بيحاولوا ان هم يحسنوا السلوك البشري. فلا ندعي انه الطب النفسي او حتى بتوع علم النفس هم دول الوحيدين اللي مخولين ان هم يصلحوا نفوس الناس او سلوكهم. لا لا لا، في جهات كتيره بتشتغل في حتى علوم الاداره والحاجات دي كلها بتعمل ده. الطب النفسي بيشتغل في الجزء المرضي وإصلاح الأمراض، لكن نشأ في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة حاجة اسمها الطب النفسي الإيجابي اللي هو البوستيف سايكاتري وعلم النفس الإيجابي البوستيف سايكولوجي. دول بيشتغلوا على تحسين نوعية حياة الناس اللي ما عندهمش أمراض كمان. الجزء ده قاموا واخدينه الناس بتوع اللايف كوتشنج وبدأوا يظبطوه ويقدموه بصورة سهلة شوية على الناس ان هم يتقبلوها. حلو قوي. يعني انا هفهم من كلام حضرتك انه طالما انا مش مريض ينفع استعين بلايف كوتش بحد مشير يساعدني، لكن لو انا مريض انا محتاجة اروح لطبيب نفسي واقبل اني حتى وده اللي احنا بنقوله بقى لبتوع اللايف كوتشنج، ما تقربش المريض لانه المريض نميزها ازاي دي؟ المريض له قوانين اخرى وقعدنا نعد في الطبيب المتخصص اللي عايز اللي هيعالجه لسنوات طويله، لانه المريض في حاجات عايزه تتصلح جزء منها طبي وجزء منها بعلاج نفسي وحاجات بالشكل ده. طب ما تغششنا يا دكتور، انت انا مريض محتاج طبيب نفسي. لما محتاج افضفض مع صاحبي يعني. لما تتوقف قدرتك عن ممارسه نشاطات حياتك العاديه، يعني ما انتش قادره تروح الشغل، ما انتيش قادرة تخرجي مع أصحابك زي ما كنت بتخرجي كل يوم، ما انتيش قادرة تمارسي هواياتك زي ما كنت بتمارسيها، توقفت حياتك أو بتعاني معاناة شديدة تخليك ما تقدريش تمارسي نشاطات حياتك. هنا انت محتاجة تروحي لطبيب نفسي. ليه بقى؟ لأنه ممكن الأعراض النفسية تبقى موجودة عند الناس العاديين، يعني الحزن موجود عند ناس كتير قوي، الغضب موجود عند ناس كتير قوي، لكن امتى نقول ان الحزن هيبقى اكتئاب
والغضب هيبقى اضطراب مرضي. ده لما يكون دي سكة جميلة ممكن نفهم منها فقد القدرة على التكيف مع وظائف الحياة اللي هو ختاما يا دكتور هنعمل حاجة يعني مستوحاة من الطب النفسي، بس احنا في اخر كل حلقة نسأل ضيفنا واحد من كبارات الشغلانة ومحقق قصة حقيقية في النجاح الشخصي كمان شوية كلمات هشارك حضرتك بيها، وقولي برضو واقعها عند حضرتك في كلمات ممكن؟ تفضل. السلامة النفسية، نعمة، النجاح، سعي ووعي، السعادة بنروح لها احنا ما بجناش، عايزة مجهود مش كده؟ التحقق، مجهود وعرق ودموع ومشوار طويل. اخيرا يا دكتور، الطب النفسي اللي حضرتك وهبته عمرك كله وقضيت فيه وقت طويل، اذا كان هناك وصف محبب لقلبك توصف لنا بيه مهنتك الغاليه عليك؟ مهنه قراءه النص البشري والتجول في النفوس متعه لا يعرفها الا من احب هذه المهنه، واحيانا نتجول في المناطق المقدسه او المناطق المحرمه أو المناطق الغير مأهولة أو في حقل ألغام أحياناً، ولكنها رحلة ممتعة لأنها بتتعامل مع أغلى ما يملك الإنسان وهو عقله ونفسه وروحه، فبالتالي هي رحلة ممتعة لمن يدرك معانيها وأعمقها وأبعادها المتسعة جداً. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على وقتك، نورتنا، وشكرا لأن حضرتك واحد من الناس اللي حقيقي بيعملوا شغل عادي. شكرا لحضرتك. يا مرحب في شغل عادي. احنا دلوقتي وصلنا للأكاذيب والتحديات، والحقيقة انه في مهنة الطب النفسي احنا مش قادرين نشوف غير انه في أساطير حوالين المهنة، في أكاذيب إحنا بنضحك بيها على نفسنا عن المهنة دي تحديدا. الكذبة الأولى لما تقول لنفسك أنا مش مجنون عشان أروح لدكتور. إحساسك طول الوقت بأنه زيارة الدكتور النفسي موترة وعيب وأنه وصمة عار، دي مسببة لناس كتير مننا أزمات كتير لأنه معطل نفسه عند نقطة ما حدش أصلاً بقى بيفكر فيها. الكذبة التانية لما تقول عاوز دكتور مش بيكتب أدوية. أكتر حاجة بتضر وبتعطل شغلانة الطب النفسي هي مقاومة المريض لما يكون فعلاً محتاج دواء. غالباً يا جماعة عارفين لما بنرفض الدواء من عند الدكتور النفسي لأني بقول لا ما ينفعش أخد أدوية علاج نفسي، كأنك بالضبط بتروح لدكتور جراح وتقول له لا بس أنا عندي المشكلة الفلانية بس أنت ممكن تطبطب على الحتة دي ما تعملش عملية. كذبة التالتة واللي موجودة في المجتمعات اللي فيها ثقافة أقل إنه الدجل ممكن يكون حل. من الحاجات المنتشرة جداً إن الواحد يبقى عنده مشكلة نفسية فيقولوا له ده ممسوس، ده محتاج يروح عند شيخ أو قسيس لكنه هو ما عندوش حاجة ما تقلقش وديه كده بس ممسوس، والحقيقة محتاج بس يروح العيادة. الكذبة الرابعة اللي كلنا صدقناها واللي فيها جزء من الحقيقة، الطب النفسي للأغنياء فقط. بصراحة فاتورة العلاج النفسي غالية في كتير من العيادات، لكن الخبر الحلو إنه في مبادرات كتير حكومية منتشرة في كل حتة، وإنه الكشف في مستشفى العباسية لسه ب2 جنيه. بالمناسبة مستشفى العباسية مش بتاعت الإيه؟ شفتوا إحنا قلنا إيه؟ اسمها مستشفى العباسية للأمراض النفسية، ما فيهاش أي حاجة عيب. كذبة الخامسة، الطب النفسي بيقلل من قدراتك. بعض الناس بيفتكروا كده زي ما كان بيطلع في الأفلام إنك لما تروح للدكتور نفسي هتركز في حاجات وهتبتدي تشك في الناس اللي حواليك، لكن أعتقد إن خبرات وتجارب ناس كتير بتقول العكس تماماً، الطب النفسي بيحسن ويعلي من قدراتك. كذبة بقى إن الدكتور هيقولك أي كلمتين تسمعهم في أي حتة، أو لو قريت كتاب عن الطب النفسي أنت تعرف تشخص لنفسك كل الحالات، دي اسمها كذبة المتفزلكين، والفزلكة في الطب الله يخليكوا بلاش. كذبة إن الطب النفسي هيخليك خايف ومرعوب ومتوتر موسوس، يعني دي من الأكاذيب المنتشرة عن الطب النفسي إنه هيزود لكل ما تزيد معلوماتك هتوسوس وتفتكر إن الحاجات العادية مشاكل، والحقيقة إنه لا، المعرفة طول عمرها قوة مش ضعف.
عكس ده بقى لما يقول لك انه الطب النفسي لما تروح مرتين ثلاثه للدكتور خلاص انت هتبقى عارف تظبط نفسك وتعالج نفسك ازاي. يعني الطب النفسي هيخليك انت دكتور نفسي بزيارتين ثلاثه، ودي كذبه بتخلينا نبطل ونوقف العلاج في مراحل مهمه جدا ممكن نكون خلاص قربنا نبقى تمام. في خدعه بقى، يعني انه يقول لك خد الوصفه دي هتهديك. مفيش علاج لطب نفسي بشويه اعشاب تهديك، دي كذبه وخدعه وتضليل للناس. عاشرا بقى، بتكذب على نفسك لو قلت هتحسن بعد شهر او لو حد قال لك هتتحسن بعد شهر. العلاج النفسي تحديدا رحله طويله جدا، ما ينفعش نتوقع فيها نتائج اسرع، والا هنحبط في نص السكه وغالبا مش هنكمل. خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عالي. اهلا بيكم مره تانية، والنهارده من ضمن الحلقات اللي جمهور الاستوديو كان اقل تفاعلا خالص خالص، يعني ما حدش كلمني النهارده غير شروق. لكن برضو احنا يعني اسره البرنامج قررت ان اتشجعكم وحضر لكم هديه لذيذه كده، بما اننا كتير ما بنتكلم عن التشجيع وانه جزء من الحاجات اللي بتحمسنا للشغل، فاحنا عايزين نسيب معاكم حاجه تفتكروا بيها البرنامج وتتحمسوا اكتر في الشغل. ممكن تسمحوا لنا فريق البرنامج ممكن يوزع علينا الهدايا. شغل عالي شغل عالي، شغل عالي شغل عالي، شغل عالي شغل عالي، شغل عالي شغل عالي. نرجع للتحديات، المهنة العظيمة اللي اسمها الطب النفسي. واحد من التحديات دي هو الصورة الذهنية عن الطب النفسي. اقنع كل اللي حواليك ان زيارتك مش وصمه، وانك كطبيب هم محتاجين لك، وانه محتاج يروح لك العياده مش يحكي لك قصته وهو واقف معاك في السوبر ماركت او في الشارع. راحه المريض تحدي حقيقي. المريض اللي بيروح لدكتور نفسي هو تعبان، ويمكن تعب النفسي اصعب واكتر بكتير من التعب الجسدي. غالبا انت ممكن تكون امله الوحيد أو أمله الأخير، عشان كده التحدي ده صعب جدا. تحدي طولة البال والتفهم طبعا. مطلوب منك إنك تسمع للمريض ونتخليه يطلع كل اللي جواه، كل شحنة الكلام والمشاعر بشكل كامل. ودي مهمة مش سهلة، وأي طبيب نفسي خلقه ضيق مش بيقدر يكمل ولا يكسب ثقة الناس. تحدي مشهور في علم النفس اسمه الحصانة النفسية، لأنه ناس كتير شايفة أنه من أكبر تحديات الدكتور النفسي أنه هو شخصياً ما يتأثرش بكتر المشاكل اللي بيسمعها من أشخاص كتير ومختلفين كل يوم. هو في الآخر إنسان ممكن يتأثر. تحدي السؤال الظريف والاستظرافة بتاعت حلل لي شخصيتي، مش أنت دكتور نفسي؟ واحدة من أكبر الحاجات اللي بتتكرر كل يوم مع الدكتور النفسي، لما يعرف حد أنه هو دكتور نفسي يقول لي بقى شخصيتي. الدكتور النفسي معالج بيشتغل شغلانه عميقه جدا ومش بيلعب كويز معاك على الفيسبوك. تصنيف المهنه. في تحدي حقيقي في الطب النفسي انه في تخصصات كتير او في مسميات كتير مش في الطب النفسي ولا هي ليها علاقه بالطب، زي مثلا مسمى اللايف كوتش، المشير النفسي، الاخصائي النفسي. كل دي ناس بتعمل مجهودات جميله جدا، لكن لما تحتاج لدكتور وعلاج حقيقي انت لازم تروح لدكتور نفسي. تحدي انه يفصل الشغل عن الحياه الاجتماعيه، لانه بطبيعه الحال الدكتور النفسي ده كاتم الاسرار، يعني لازم يبقى اللي بيحصل جوه عياده الدكتور النفسي ما يرتبطش وما يخرجش خالص بره سور العياده. التحدي الثامن هو الصوره الذهنيه. السينما والافلام قدمت صوره أقل شوية من الحقيقة عن الطبيب النفسي. بعض الأفلام قدموا الدكتور نفسه أنه هو غير ملتزم، ودي حاجة شوهت المهنة المقدسة دي عند كتير من الناس. تحدي الدواء. زي ما قلنا أن في كذبة اسمها ممنوع أخد دواء، الدكتور نفسه عنده تحدي أنه من حقه يدي أدوية لو حاسس أن الحالة اللي قدامه محتاجة دواء. التحدي العاشر أنه عالم واسع جدا، وواحد من فروع الطب اللي كل يوم فيها حاجة جديدة، فدكتور من غير ما يتابع الجديد في طرق العلاج بيتأخر كتير. خد نفسك شوية غالي
وارجع نكمل شغل عالي. المهندس محمد علاء الدين، المدير التنفيذي لمنصة تشيزلونج للعلاج النفسي عبر الإنترنت، خبرة تزيد عن 5 سنوات في القطاعين الحكومي والخاص، حاصل على بكالوريوس الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أصغر مستشار لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومسؤول إعادة هيكلة الحياة الطلابية، حاصل على دبلوم إدارة المشاريع من معهد ريتي. اهلا بيك اولا. اهلا بحضرتك وميرسي على الشغل العالي اللي انتوا عاملينه في منصه شيزلونج. انتوا عاملين شغل عالي. الاول مهندس محمد علاء، يعني اللي جاب الهندسه جنب الطب، زي اللي جاب القلعه جنب البحر زي ما بيقولوا، واحكي لي بدايه فكره منصه شيزلونج عندك كانت امتى؟ طيب اولا مبسوط ان انا مع حضرتك. اللي جاب القلعه جنب البحر ببساطه شديده هو فكره انه ازاي نقدر نستخدم التكنولوجيا عشان نسهل حياه البشر. فهو ده مينلي الفكر اللي بان عليه اصلا، ان يبقى في شركات ناشئه او يبقى في ستارت ابس في العالم، ان ازاي ناخد التكنولوجيا دي ونحولها لحاجه مفيده للبني ادمين يقدروا يستفيدوا منها في حياتهم. شيزلونج قصه شخصيه ابتدت مع احد الافراد. كنا احنا عاملين مؤتمر عندنا في الجامعه الامريكيه، هو كان حاضر وكان محتاج يتكلم معايا عشان ننقل هذه الفكره للجامعه اللي هو كان جاي منها. احنا كنا عاملين مؤتمر داعين فيه ناس من جامعات مختلفه من مصر. فوقتها كنا في اخر يوم في المؤتمر وقررنا ان احنا رايحين نحتفل في نزله السمان. لسه بنتحرك بالحصان وقع ايده، يعني حصل لها كسر. رحنا اقرب مستشفى لينا، قالوا لنا موضوع خطير قوي. رحنا مستشفى ثانيه فقالوا لنا ده في قطع في الوتر ومش هينفع يستخدم ايده تاني وكده، الموضوع انتهى. والايد دي كده حصل لها فول دامج، يعني مش هيتم استخدامها مره ثانيه يعني. وهو وقتها كان جاله عرض عمل بره في السعوديه، فطبعا عرض العمل راح. هو دخل في اكتئاب شديد قوي، حس ان كل حاجه في الحياه باظت. ففي وسط حاله الاكتئاب الشديده دي كان في اعلان انه يقدر يتكلم مع طبيب نفسي بس باللغه الانجليزيه في شركه موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. هذه التجربه بالنسبه له ما كانتش احسن حاجه في الدنيا. ليه؟ لانه الانجليش ما كانش احسن حاجه، فالتواصل ما كانش بيتم بالشكل المطلوب. فجت الفكره انه ليه ما نعملش حاجه يبقى فيها دكاتره نفسيين مصريين او عرب يعني بشكل عام، فبيبقوا بيتكلموا نفس اللغه، جايين من نفس الثقافه اللي احنا جايين منها. وانا متهيألي الدكتور النفسي بطبيعته لازم يكون من ثقافتك ويشبهك يعني. طبعا احنا عندنا قصه مشهوره جدا انه في بنت زميله يعني موجوده في امريكا، وهي داخله الجامعه اهلها عايزينها تدرس حاجه معينه وهي مش عايزه، فجالها اكتئاب فراحت لدكتور امريكاني. فهو كل ما هي تحكي له يقول لها انت عندك اكتر من 18 سنه، فانا مش فاهم. هو مش فاهم المشكله، هو مش فاهم ازاي تحصل. بالظبط. فهو مش فاهم اصلا يعني ايه اهلك عايزينك تخشي جامعه معينه وانت اكتر من 18 سنه، ازاي يدخلوا اصلا يعني. بالظبط. فكان حلها الوحيد ان هي تركب طياره وتيجي مصر. النهارده هي تقدر تعمل ده من امريكا، تكلم دكتور مصري بنفس الثقافه بتاعتها بنفس اللغه بنفس كل حاجه ثرو شيزلونج. يعني فكره الطب النفسي والاتاحه بتاعته دي عظيمه، بس مش هتكمل غير لما الناس اصلا يبقى عندها ثقافه اللجوء للطبيب النفسي. مظبوط. فاحكي لي عن الاقبال. اول لما ابتدينا كان عندنا مشكلتين. ان مفيش اقبال من الدكاتره، ومفيش اقبال من ناس يستخدموا الخدمه. لما تروح تقول للدكتور تعالى انت هتعمل علاج نفسي عن طريق الانترنت، فيعني احنا اوقات كتير اتطردنا من العيادات، يعني اللي هو انت يعني اللي انت بتقوله ده اصلا يعني مش علمي ومش طبي وازاي بتقول كده. فده كان جزء. الجزء الثاني انه الناس دايما بتخلط ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، فهما بيتعاملوا مع انه المريض النفسي هو مجنون او شخص ما ينفعش يبقى جزء من المجتمع، فاتولد من ده وصمه. فابتدينا نشتغل على التوعيه. كان عندنا حاجتين هما اللي عملوا الطفره الكبيره. واحد، ودي حاجه الناس ما بتحبهاش، كورونا. لانه العيادات قفلت، ففجاه الدكاتره كلهم جم قالوا لنا ايه ده؟ احنا كده مش عارفين نشوف العيانين بتوعها، محتاجين نبقى على شيزلونج عشان نشوف العيانين. عايز اقول لك يا مهندس انه كورونا واضح انها كانت العامل المشترك في نهضه معظم التطبيقات، ومعظم الناس اللي بيجوا هنا في مستقبل الشغلانه بيقولوا لنا كورونا ساعدت كتير. مظبوط طبعا. فده كان مؤثر يعني جدا. يعني حاجه من الحاجات اللي احنا فخورين بيها ان مثلا ان جهه رسميه تيجي تقول لنا ان لولا شيزلونج على سبيل المثال
كان القطاع الطبي النفسي انهار لانه العيادات مقفوله وما كانش في حل ان في دكتور يقابل عيان، فكان العيان مش لاقي الدكتور بتاعه، ما كانش في حل تاني وقتها. انتوا بتوفروا طرق المقابله ازاي؟ يعني عبر زوم، شكل التفاعل، هل الميتافيرس ممكن يبقى مستقبل التطبيقات النفسيه كمان ونبقى قادرين نشوف بعض اكتر؟ يعني احكي لي هي دلوقتي بتتنفس ازاي، وفي 5 سنين من دلوقتي ممكن تبقى ازاي؟ هي دلوقتي بتتنفس ازاي انه كل حاجه موجوده على الويب سايت، فاحنا ما بنروحش الزوم، ما بنخرجش بره، انت جوه الويب سايت بتلاقي المعالجين والاطباء، بتختار، بتشوف المواعيد المتاحه، بتحجز الميعاد، بتدفع عن طريق الانترنت، بتدفع اونلاين يعني، ثم بتعمل الجلسه بتاعتك اونلاين على فيديو سيرفيس او خدمه الفيديو احنا عاملينها. يعني مش بتروح على ابلكيشن تاني لفيديو المكالمات؟ لا، جوه الويب سايت طبعا، لان احنا محتاجين نبقى بنعمل ده في سريه تامه طبعا. فلازم نبقى احنا متاكدين من السكيورتي بتاعتها او من جوده الامان بتاعتها، ونتاكد ان مفيش اي اوبشن او اي خيار ان اللي بيحصل جوه الجلسه ده يتسرب او يتسجل او اي حاجه، فعشان كده لازم نخلق الحاجه بتاعتنا احنا. ايه اكتر حاجه وصلتك ايجابيه فرحتك في فتره خدمه شيزلونج في المجتمع، واكتر حاجه حسستك ان الخدمه دي محتاجه تتطور؟ اكتر حاجه فرحتني ان احنا جينا في 2000 واخر 2019 اول 2020 رحنا لمنظمه الامم المتحده للمراه، ورحنا لوزاره التضامن الاجتماعي، واتفقنا معاهم ان احنا عايزين نقدم الخدمه بتاعتنا للسيدات اللي بيتعرضوا للعنف وبيروحوا مراكز الاستضافه. يا سلام. فلما ابتدينا نقدم الخدمه، لما شفت انسانه كانت حاسه ان هي مهانه الكرامه او ان هي غير قادره على انها ترجع مره تانية للمجتمع بتاعها، ثم بعد جلسات شازلونج حست ان هي لها قيمه وتستطيع ان تعود للمجتمع وان تصبح مراه منتجه وترجع تكمل حياتها بشكل طبيعي، دي واحده من اكبر لحظات الفخر اللي عدت علينا جوه شازلونج. امتى حسيت التطبيق محتاج يتطور؟ لما الانترنت في مصر وفي بعض الدول العربيه هو مش باحسن جوده ممكنه، واحنا خدمه معتمده في الاساس على الانترنت. وكمان الاصعب من كده انه عاده اللي بيستخدم الخدمه كمان هو شخص في نجع او في قريه، كان بيضطر ياخد القطر ويسافر ساعات طويله عشان يحصل على خدمه، النهارده وعايز ياخدها من البيت. فلما بدات تيجي شكاوى انه الجلسه بتقطع او الانترنت فيه مشكله، عملنا مجهود كبير قوي عشان نتاكد انه الجلسه بتشتغل على اقل انترنت ممكن تشتغل عليه، فده كان واحد بالتحديات الكبيره واشتغلنا عليه وقدرنا ننجح فيه. السي في بتاعك لفت نظري جدا، فكره اعاده هيكله الاتحاد الطلابيه. احكي لي عن التجربه، واحكي لي عن مشاركاتك لحد دلوقتي مع الطلبه. اتخرجت من الجامعه الامريكيه، واعتقد دي واحده من احسن الحاجات اللي حصلت لي. ليه؟ لانه الجامعه عندنا مش بس بتهتم بالجانب الاكاديمي، انما بتهتم قوي باللي احنا بنسميه الانشطه الطلابيه او ما يحدث خارج الكلاس روم يعني، او خارج الفصل الدراسي. فاحنا الجامعه النشاط الطلابي فيها قوي جدا. عندنا صحافه طلابيه قويه جدا، عندنا حكومه طلابيه كامله، عندنا مجلس الشعب، وعندنا اتحاد الطلبه عندنا هو حكومه كامله، وحكومه بتروح تسال امام مجلس الشعب، ونفس النظام الامريكي بالظبط. عندنا انشطه طلابيه مختلفه، انشطه طلابيه فنيه، عندنا انشطه طلابيه لها علاقه بخدمه المجتمع، فالناس بينزلوا يعملوا محو اميه وهكذا، عندنا انشطه طلابيه لها علاقه بالمؤتمرات والمودلز زي ام يو ان وام ال وهكذا. كل الانشطه الطلابيه دي بتخليك انت كطالب، على سبيل المثال مثلا، اكيد قبل ما تتخرج هتكون عملت حفله في الجامعه. عشان تبقى عملت حفله فانت قابلت شخص مهم اقنعته انه يجي عشان يعمل الحفله. وعملت حمله دعايه عشان تقنع ناس انها تيجي تحضر، وجبت سبونسرز او ناس يحطوا فلوس معاك عشان خاطر يدعموا الحفله بتاعتك. وعملت خطه ماليه وبعت تذاكر، وجوه الحفله حصل مشكله فتعاملت مع ازمه ما وخرجت منها وهكذا. فمعظمنا لما بيتخرج من الجامعه وبيروح يشتغل في اي حته ما بيبقاش في حاجه ما هو مش عارفها كويس. فانا لما رحت مثلا على سبيل المثال شيزلونج، انا ممكن اكون قوي بتاع هندسه وبزنس، بس هو انا قاعد بتكلم مع فريق الدعايه او الماركتنج انا عارف هم بيقولوا ايه كويس لان عملت ده قبل كده. لما كنت في الجامعه كمان كنت محظوظ قوي ان انا اول ما اتخرجت كان عندنا حاجه اسمها الدين اوف ستودنتس، ده العميد المسؤول عن الحياه الطلابيه داخل الجامعه. فهو جابني اول ما اتخرجت، جابني مستشار بتاعه، فكان الهدف ان احنا ازاي نغير شكل الانشطه الطلابيه داخل الجامعه عشان تواكب ما يحدث خارج الجامعه.
فمثلا كنا مركزين قوي على فكره رياده الاعمال، كنا مركزين على فكره القياده بشكل مختلف. شويه ابتدينا نغير من منظومه الكيانات الطلابيه داخل الجامعه عشان تواكب التغيير الكبير اللي بيحصل بره. اخيرا تقدر تشوف بكره مستقبل تقديم الصحه النفسيه هيروح بينا فين، او الخدمات دي هتساعد عدد قد ايه من الناس؟ اكيد انتوا كمان عندكم دراسات لبكره. فاولا على مستوى الوعي، الناس اصبحت اكثر وعيا بأهمية الصحة النفسية، واحنا كنا مبسوطين قوي على سبيل المثال مثلا لما كريم شناوي أمينة خليل عملوا خلي بالك من زيزي، كمية الأسئلة اللي جات لنا على الـ ADHD غير عادية. فحتى لما المسلسلات والأفلام والمذيعين حتى بدأوا يتكلموا ويقولوا، فالناس بدأت ما تخافش وتبقى عايزة تتكلم عن المرض النفسي وأهميته وإزاي نقدر إن احنا نطور ده في المستقبل. فعلى مستوى الوعي احنا شايفين ده بيتطور عبر السنين بشكل كبير قوي، حتى على مستوى الوعي لدى المؤسسات. يعني احنا عندنا شراكة كبيرة قوي مع الدولة، هتعلن قريبا جدا، هتكون مفاجأة لناس كتير قوي. واحنا حتى كنا في منتدى الشباب العالم، السيد الرئيس جالنا وكلم معانا وكان مبسوط قوي ان في حاجة مصرية بتتكلم عن الصحة النفسية واهمية الصحة النفسية. ثالث حاجة بالنسبة لنا هو دمج كل طبقات المجتمع. يعني احنا اول منصة في العالم، حتى المنصات الاجنبية مش هتعرف تعمل كده، بنعمل ثيرابي او علاج نفسي بلغة الاشارة. الجزء الاخير بقى له علاقه بالتكنولوجي اللي حضرتك قلتي عليه، ان ازاي الميتافيرس او الاي اي الارتفيشال انتليجنس بشكل عام يقدر يبقى جزء من العمليه العلاجيه. احنا النهارده بنتكلم مع شركه مثلا اوروبيه، هم وصلوا لتطبيق وخد الابروفال بتاع الاف دي اي في امريكا، ان هو بيعالج بيور او بس بالتكنولوجيا. فانت حتى ما فيش دكتور بيستخدم مدرسه علاجيه اسمها السي بي تي، هي مدرسه معتمده على ستيبس معينه او خطوات معينه. فممكن يبقى حد بدل الطبيب يقوم بدور الطبيب، يعني في خطوات يساعد لمرحله ما يعني. مظبوط، ده حقيقي. okay. فالابلكيشن لوحده بيستخدم معاك المدرسه العلاجيه دي اللي هي مدرسه المعرفيه السلوكيه، بيمشي معاك في خطواتها كلها. وبعدين كونه ابروفد من الاف دي اي يعني معناه انه اعلى مؤسسه دوائيه في العالم شايفه ان ده شغال وبيجيب نتائج، وده طبعا بيعدي بمراحل اختبار كبيره قوي. فاحنا بنتكلم معاهم بقى كمان ان احنا ازاي نجيب ده الوطن العربي، لان هو القضيه مش ان احنا بس نخليه بالعربي، هو كمان لازم الثقافه بتاعته تتغير وطريقه تعامله مع المواطن العربي تبقى مختلفه. فده مثلا احد المشاريع اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. ميتافيرس انا مش خبير قوي، بس اعتقد برضو هيبقى فيه دور كبير في المستقبل في الحته دي. فبالعكس يعني انا شايف ان هيبقى فيه تطور رهيب في تقديم خدمات العلاج النفسي في العالم كله خلال السنين اللي جايه. بالتأكيد أنا مبسوطة وفرحانة، وبسمع من زمان عنكم لكن فرحانة أني شفت تفاصيل الشغل العالي اللي أنتوا عاملينه. ده شكرا. شرف لينا جدا. شكرا باشمهندس علاء. شكرا جزيلا لحضرتك. نورتنا. شكرا باشمهندس. باي باي. الطب النفسي ممكن يبقى مساعد وداعم وحافز ومشجع لكتير من الأوقات في حياتنا، وغيابه ممكن يبقى سبب في أزمات كتير. كل التحية لكل العاملين في قطاع الطب النفسي اللي بيعملوا كل يوم شغل عالي.